ريك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. سلام مرحبا. 9 سنين تعديوا على النهار اللي قلب تونس، نهار تلي البراوتي طيح الجنرال، وكان المجد للبراوتي والعار للجنرال، ولكن كانوا هما الأصل، ومن اللي مشاو هما قعدنا كان نعانيو في نسخ مذرحة منهم، ثوار بوذروح، طغاة بوذروح، وزيد خلط عليهم أنواع أخرى كيما المد بيا. هذوما تنجم تقول أنبياء بوذروح، لا هكاك نعجبوك، قادرين نبهر العالم بكفاءتنا في البوذروح. تحيا ثورة البرويطة، حرة مستقلة دوريجين، واحذروا التقليد، حتى كان قال لكم الشعب يريد. لا لا، بقدرة ربي تهنى كل واحد يخو شربه. قالت لكم الشروق 9 سنوات من النجاحات والإخفاقات، ويبقى الأمل قائما طبعا وإن بعد حين، خاطر مازالت الخدمة أخويا. الثورة لا تمطر ذهبا ولا فضة ولا بترول زادة، بو ساعات تمطر وظيفة عمومية، أما مش هذا موضوع. إيجا نتبعوا الدوسي اللي عاملته الصباح على شطر الصفحة الأولى و6 صفحات في الجريدة. في عقدها الأول ثورة الكرامة تحتاج حفظ الكرامة، في استبيان للصباح شمل 24 ولاية 90% من الشباب يعتبرون أن المشهد السياسي الذي أنتجته الثورة لا يمثلهم. اقتصاديا 9 حكومات عجزت عن إبعاد شبح الإفلاس. سياسيا شخصيات هزت عرش الديكتاتورية وخذلتها الديمقراطية. اجتماعيا فقر، هجرة للكفاءات وتفاوت بين الجهات. دبلوماسيا من يحرك البوصلة. ثقافيا تطور كمي كبير للفعل الثقافي وضعيف على مستوى المحتوى. رياضيا انجازات وتتويجات على مختلف الوجهات. ولكن كما قالوا، مشهد سياسي، حكومات، شخصيات، قساوات. اما حتى نحن مش ناقصين، ساعات حسنا متكتلين عليها الكل بلاد، ويقطع السيق اللي ما تضربش، وتضافر الجهود هذا هو اللي وصلنا الحال اليوم. أما فما حاجة مهمة لاحظتها في جرائد اليوم، أختك لي من اللعب. يا حسرة على هاك الريفيزيونيزم والتشكيك والروايات التاريخية البديلة والتحقيقات والمؤامرات على ماذا حدث يوم 14 جانفي. انقرضوا تماما، حتى لغة هل هي ثورة أم انتفاضة أم انقلاب ما عادش تلقاه. الناس الكل قبلت أخيرا بالأمر الواقع، وهي بوادر طيبة تبشر بزيادة محمودة لجرعة العقلانية في البلاد، وانخفاض ملحوظ لجرعة الهستيريا والتفوريخ. أما مقواها ومحلاها الصورة اللي استعملوها لابخيس والصحافة اليوم، كل واحدة بلغتها. لابخيس قالت لا ريفولوشن 9 ابري اون ايبوبي اينشفي، والترجمة في الصحافة اليوم: اليوم الذكرى 9 لملحمة 14 جانفي 2011 غير المكتملة، دار لقمان على حالها. ظهر لي أحسن توصيف لصيرورة المسار. الثورة فرحة ما تمت، كعلاقة جميلة وبنينة تقصت لحظات قبل الانفجار الأخير، وكي تجي تعاودها ما تحبش تخطف. ولكن لا تقلقوا، كل شيء يتصلح. هاي الشارع المغاربي قلت لكم، وزراء بورقيبة وعشرات من الشخصيات والنشطاء في اجتماع يوم 18 جانفي لتوحيد العائلة الحداثية الكبرى وإنقاذ تونس. أخيرا منعنا والحمد لله. انت شوف التصاور اللي في الطليعة برك تشيخ: رشيد صفر، منصور معلة، دريس جيجا، طاهر بالخوجة، محمد شاكر، أحمد بن نور، بشير بن سلامة، حسيلوا فما معدل أعمار تاع 73 سنة مينيموم. ومع كل احترامنا ليهم والكل كبار السن بصفة عامة، أما راهو يلزم يجي نهار ونفهموا اللي ما نجموش نخمو في المستقبل بعقليات الماضي، ما نجموش نخطوا العصر الذكاء الاصطناعي بعقول ما خلطتش على الانترنت واكتشفت الإعلامية قبل الانتريت بعامين. لا نستطيع، بالعقل افهموها، ناس الماضي وعقليات الماضي وطوباويات الماضي لا تبني المستقبل. أش قولكم نبدأ بهذه ونشوفوا خويا حالنا يتبدل شي.